هنا صوت المنتدى. صوت المنتدى بث إذاعي يأتيكم يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع، وفي الأوقات من 8 إلى 9 مساء أيام الأربعاء، ومن 9 إلى 10 مساء أيام السبت بتوقيت إريتريا. صوت المنتدى على الموجة القصيرة 15245 كيلو هرتز أو 19 متر باند. صوت المنتدى على مدى 24 ساعة في القمر الصناعي النايسات بثماني درجات غربا، وعلى تردد 11678 للاستقطاب الرأسي. صوت المنتدى علم مستقل وحوار وطني بناء. صوت المنتدى. السلام عليكم ورحمة الله مستمعي ومستمعات صوت المنتدى داخل الوطن الجريح وفي معسكرات اللجوء المنسية وأينما كنتم في الشتات. هذا صلاح محمد زين يحييكم ويرحب بكم في ساعة اليوم الأربعاء 9 من شهر مارس، وبرفقة الزملاء يوسف بوليسي ومحمد علي موسى. كما يسرني أن أقدم لكم الزميل الإعلامي البارز أحمد شريف الذي سيطل عليكم عبر نافذة صوت المنتدى اليوم بموضوع تحت عنوان الفرعنة منهجا وسلوكا وليست قصصا تاريخية، والذي سيأتيكم بعد قراءتي لتعليق الإذاعة. فإلى نشرة الأخبار بعد هذا الفاصل الموسيقي، نرجو أن تبقوا معنا. الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. ولا بد للليل أن ينجلي ولا للقيد أن ينكسر. صوت المنتدى.
هذه نشرة الأخبار أستهلها بأبرز العناوين. حوادث انفجار ألغام في منطقة القاش تستهدف السيارات العسكرية للنظام. أزمة حادة في رغيف الخبز بعد منع النظام استيراد الدقيق. رفض جنود الخدمة الإلزامية العودة إلى وحداتهم رغم إعلان ما سمي بالعفو العام عن المتسيبين. سلطات الإقليم الأوسط تمنع تشغيل المولدات الكهربائية الخاصة مع عجزها عن توفير التيار الكهربائي. سفارة العصابة بالخرطوم تستجدي الشباب الإريتري لدخول البلاد وحضور فعاليات احتفالات الاستقلال. مصر تستعد لترحيل لاجئين إريتريين إلى بلادهم. تفاصيل الأخبار. أعلنت إدارات الأحياء السكنية في جميع أقاليم البلاد عن العفو العام عن كل المخالفين لإجراءات الحضور والغياب والهاربين من وحداتهم. جاء ذلك ضمن اجتماعات انتظمت في كل الأقاليم بغرض إرجاع الشباب الرافضين لبرنامج الخدمة الوطنية وسد الفجوات الحادة في تشكيلات الجيش. كما أهابت إدارات الأحياء بأولياء أمور الطلاب المقاطعين لبرنامج الذهاب الحتمي إلى معسكر ساوة، وأولئك الذين لم يمتثلوا لقرار التوزيع بعد إمضاء فترة التدريب بالتسجيل الفوري حتى يوم الجمعة القادمة، وأعلنت أن ذلك يعتبر النداء الأخير. هذا وكانت السلطات تعاقب الهاربين بالسجن يومين مقابل كل يوم غياب. ويرى بعض المراقبين أن تلك الخطوة التي تعد تنازل واضح أتت بعد أن أحجم الشباب عن تلبية النداءات المتكررة مهما كانت العواقب. نتيجة لشح خدمات المياه وإخفاق الجهات المخولة باستيراد المواد التموينية، أغلقت عدد من المخابز أبوابها، مما انعكس على كمية وجودة وأسعار رغيف الخبز المطروحة في الأسواق. وتجدر الإشارة إلى أن الجهات المعنية كانت قد أوقفت استيراد الدقيق من السودان الذي كان يتم عبر هيئة الغلال، وكان الاعتماد بشكل كامل على ما يستجلبه التجار بطرق غير شرعية من الأسواق السودانية، وهو ما تم منعه حاليا، حيث تتم مصادرة كل البضائع القادمة من السودان في نقطة حقات. وفي المقابل لم تجتهد الحكومة لإيجاد بدائل حتى الآن. بالرغم من انقطاع التيار الكهربائي لليوم الثامن على التوالي من معظم مدن وبلدات وقرى الإقليم الأوسط لأسباب غير معلنة، أقدمت سلطات البلدية بتعميم قرار يقضي بمنع أصحاب المحلات التجارية والخدمية من استخدام المولدات الكهربائية بحجة أنها تسهم في زيادة الضجيج وتلوث البيئة. واعتبر هذا القرار ساري المفعول بدءا من يوم أول أمس الاثنين السابع من مارس. ويذكر أن تلك المولدات التي صنفت الآن على أنها مبعث للضجيج وملوثات للبيئة كانت قد استوردتها شركة البحر الأحمر الواجهة الاقتصادية للهيكدف في وقت سابق من العام قبل الماضي، وكانت إذاعة المنتدى قد تناولت ذلك الحدث كخبر حينها. تواصلت في العاصمة أسمر حملات الدهم والاعتقالات للباعة المتجولين والحرفيين من غير أصحاب المحال الثابتة، كما ألزم سكان الضواحي بتسجيل أسماء العمال الزراعيين والرعاة في بحر هذا الأسبوع الجاري. ويعتقد المراقبون أن إجراءات تأمين فترة الاحتفالات في مايو المقبل بدأت بصورة مكثفة وفيها الكثير من المغالاة التي تكشف عن مخاوف أمنية كبيرة يعيشها رأس النظام وأعوانه. خلال أقل من 10 أيام منذ بداية الأسبوع الماضي سجلت على طريق قلوج ماشقلي 3 حوادث انفجار لألقام أرضية مضادة للآليات، ولم تسفر عن أي ضحايا في الأرواح بالرغم من الضرر الكبير الذي أصاب 3 سيارات عسكرية. هذا وتزامنت تلك الحوادث مع زيارة عمل يقوم بها 4 من الضباط المصريين من ذوي الرتب العليا إلى معسكرات المعارضة الإثيوبية في ماشقلي،
كما تزامنت مع توترات بين الجانب الإريتري والإثيوبي خفت حدتها مؤخرا بتراجع إريتريا وإطلاق سراح مواطنين إثيوبيين في نهاية الأسبوع الماضي. وتجدر الإشارة إلى أن خبراء من القوات المسلحة المصرية يقومون بزيارات متتالية إلى إريتريا منذ منتصف شهر يناير الماضي بزعم التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الاتصالات العسكرية وصيانة الآليات الثقيلة والمدرعات. أفادت مصادر إذاعة صوت المنتدى أن سفارة النظام الاستبدادي بالخرطوم تحاول إغراء الشباب الهارب من ممارسات نظامها واستجدائه للدخول إلى البلاد لحضور فعاليات احتفالات الاستقلال، وترفق حملتها بملصقات تضعها في الأحياء التي تبطنها أعداد كبيرة من الإريتريين خاصة بالجريف والصحافة والديوم، فضلا عن إرسال مناصري النظام الذين يروجون لإشاعات مغرية بعيدة عن الواقع الذي تعيشه البلاد تحت سيطرة الزمرة الحاكمة. هذا ومن المعروف أن النظام يقوم بمساعي حثيثة للإفلات من التهم والإدانات التي من المتوقع أن توجه إليه عندما تقدم لجنة التحقيق الأممية حول الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان في إريتريا في شهر يونيو القادم، ويسابق الزمن في قلب الحقائق وضخ دماء جديدة لأكاذيبه على مختلف الصعد. أكدت مصادر جبهة الإنقاذ في دنكاليا أن قطاعات كبيرة من سكان ميناء عصب وضواحيها يعانون من أوضاع معيشية قاسية، حيث تشهد مناطق برعسولي وحرسلي أزمة غذائية حادة ونقص خطير للأدوية والوقود وانعدام مواد استهلاكية عديدة. وذكر تقرير مكتب إعلام الإنقاذ بأن المواطنين يمنعون من مزاولة نشاطهم الاقتصادي المعهود والمتمثل في صيد الأسماك والنشاط الزراعي والتجارة مع دول الجوار بسبب تحويل النظام تلك المناطق إلى قاعدة عسكرية لانطلاق جنود القوات المشاركة في عملية عاصفة الحزم في اليمن، كما أدى ذلك للحد من حرية حركة المواطنين بعد أن تحولت مدينة عصب وضواحيها إلى منطقة غير آمنة. ورصدت نفس المصادر أن سلطات النظام القمعي كثفت من عمليات عرقلة الأنشطة التجارية للمواطنين بين مينائي عصب ومصوع، حيث أقامت في مناطق عديدة هناك وخاصة عند مدخل مدينة عصب نقاط تفتيش لمراقبة حركة التجارة ونقل المواد التموينية. وأضافت المصادر أن بعض المحسنين من أفراد قوات دولة الإمارات العربية المتحدة قدموا مساعدات لبعض المحتاجين بعد أن شاهدوا البؤس والعوز الذي يقاسيه المواطنون في عصب، إلا أن النظام المستبد اعتقل المواطنين الذين حصلوا على تلك المساعدات، وتلقى المحسنون الإماراتيون تأنيبا من قبل مسؤولي النظام بزعم إدخال عادات سيئة على المجتمع الإريتري. وكشف مسؤول فضل عدم ذكر اسمه عن أن المسؤولين الإماراتيين المتواجدين في عصب أبدوا استعدادهم لإقامة مشاريع صغيرة تساهم في تخفيف وطأة المعيشة على سكان تلك المنطقة، ولكنها قوبلت برفض سلطات النظام الذي لا تهمه مصلحة شعبه ولا يبالي بمعاناته. ألقت أجهزة الأمن المصرية يوم الاثنين الماضي القبض على 42 إريتريا أثناء محاولتهم دخول الأراضي المصرية بطريقة غير شرعية، وذلك عبر إحدى دروب الصحراء بالحدود الجنوبية لمصر مع السودان. وتعتزم السلطات المصرية ترحيلهم إلى إريتريا بحجة اعترافهم بدخول البلاد بطريقة غير مشروعة، وهو ما يتناقض مع المواثيق والعهود التي تعتبر مصر إحدى أوائل الدول الموقعة عليها والمتعلقة بحقوق اللاجئين والقوانين المرتبطة بها، وذلك للمخاطر التي تنتظرهم عند عودتهم إلى إريتريا التي تئن من وطأة القمع والاستبداد. وإذاعة صوت المنتدى تناشد السلطات المصرية على عدم ترحيلهم حفاظا على حياتهم وصونا للعلائق التاريخية التي تربط الشعبين الإريتري والمصري. نهاية النشر. صوت المنتدى.
إن وراء الأكمة ما وراءها. أصبح من المسلمات بأن نتاج دولة الاستبداد مشاريع التجزئة وتمزيق الأوطان، ولا شك في أن عصبة الأشرار الحاكمة بغير شرعية شعبية في بلادنا أمعنت في تأجيج الخلافات والنعرات بين مكونات الشعب الإريتري، واضعة السلم المجتمعي في حافة كارثة ماحقة ومقاربات تثير الخوف على المصير. ومثار الاستغراب هنا ليس في سلوك النظام المستبد، بل في التخبط الذي يعتري خطاب بعض قوى المعارضة أو المحسوب عليها لافتقاده خطا ناظما للمواقف. وجراء ذلك أمسى يربك قطاعات من الشعب الإريتري ويجعلها مذهولة ومتوجسة، إذ كيف يستقيم الأمر عندما نشاهد بعض القوى وقد أضحت صدى لسياسات الاستبداد وأداة تنفيذ لمشاريع هي من تداعيات نظم الإقصاء ونظرية فرق تسد. إن مهمة المعارضة الوطنية هي الحفاظ على وحدة الشعب ووحدة ترابه الوطني وتحقيق دولة المواطنة وحكم القانون، وهذا لا يتم إلا من خلال مسار معاكس لسياسات نظام الاستبداد، لا بالسير في ذات منهجه من خلال الوقوع في أفخاخه، ومن ثم السير بالمجتمع والوطن في دروب التمزق والانقسامات بحجة أن ذلك من إفرازات الدكتاتورية. ويمكن تفهم هكذا مواقف تحت تأثير الغضب والانفعال العاطفي لبعض الأفراد هنا أو هناك، ولكن لا يمكننا تفهم ذلك إذا أصبح منهجا تنظيميا أو جماعيا. منذ انطلاقته تبنى منتدى الحوار الوطني الإريتري سياسة استراتيجية عبر عنها في خطاب سياسي يدعو فيه للحوار بين قوى المقاومة الإريترية كافة دون إقصاء أي جهة، سواء كانت تنظيمية سياسية أو منظمات مجتمع مدني أو منظمات فئوية وطبقية ومهنية وحتى أفراد، على أن تكون تلك الحوارات سيدة نفسها، تتفق فيها قوى المعارضة الإريترية على برنامج الحد الأدنى يمكنها من خلاله تنسيق جهودها لمجابهة نظام الاستبداد القائم في بلادنا، ويجعلها كذلك تتوافق على المرحلة الانتقالية وأساسياتها. وفي ذلك لم يترك المنتدى بابا إلا وطرقه، وقد لاقت خطواته استحسانا من قوى المعارضة، وشرعت في توسيع وتعميق الحوار بتكوين هياكل تنسيقية فاعلة ومكملة ومتناسقة مع الجهود التي بذلت في هذا الصدد في مراحل سابقة. ولكن وسط هذا التقدم لم تنعدم بعض الأصوات التي ناصبت العداء لمبدأ الحوار بمسوغات مبهمة ومتغيرة. وقد يتبادر إلى الذهن في بادئ الأمر بأن المسألة لا تعد كونها منافسة تقليدية بين القديم والجديد أو بين التنظيمات، أو لعدم مراعاة البعض لأولويات المرحلة، أو ربما لغيابها من بعض الجلسات الحوارية، لكن المغالاة المتزايدة والممنهجة تشي بأن وراء الأكمة ما وراءها، وأن الموضوع عميق وذا صلة بالوطن الواحد والشعب الواحد ودولة المواطنة وحكم القانون. ونقيض ذلك، فقد تكشف عن المشهد الإريتري بأن هناك ارتداد فج لدى البعض عن ثقافة النضال الوطني التحرري للشعب الإريتري، على رأس هذا الارتداد السلطة القمعية في إريتريا، ولكنها ليست وحدها من يمارس سياسة تمزيق وحدة المجتمع الإريتري، فهناك أطماع من جهات عديدة تستهدف وحدة الوطن الإريتري ووحدة شعبه، وتتناغم بعض قوى المعارضة مع هذا الاستهداف تحت ذريعة أن هذا ما دفعنا إليه نظام الدكتاتور والإقصاء، في إقرار صريح منها كونها
ردة فعل وليس فعلا واع ومعاكس لنظام فرق تسد. وهنا تحولت شاء ذلك أم لم تشأ إلى أداة تنفيذ لسياسات النظام الذي لا يرغب في رؤية شعب ووطن بعد انهياره. حتما ليس هناك شعب لا يرغب في إدارة شأنه بنفسه، وليس هناك شعب يعشق العبودية، خاصة الشعب الإريتري الذي قدم تضحيات كبيرة ولأزمنة طويلة من أجل إدارة شأنه بنفسه. لذلك من الطبيعي أن تؤطر قوى المقاومة خطابها في هدف تحقيق العدالة والديمقراطية والمشاركة بالجميع وللجميع، وبهذا تتمكن من تضييق الخناق على الطاغية وبطانته. هذا هو المسرح الذي يمكن أن تتعرى عليه نظرية الطغيان وتنتصر فيه إرادة الشعب. ولكون الدكتاتورية تعي ذلك بدقة متناهية، تعمل على جر المجتمع إلى مسرح آخر، ألا وهو مسرح صراع الهويات الثقافية والإثنية والدينية والمناطقية، فيصبح الموضوع حرب الكل ضد الكل، ويكون الخاسر هو الشعب. إن الذي ينادي به منتدى الحوار الوطني الإريتري هو ذات النهج الذي هزمت به الثورة الإريترية الاحتلال الإثيوبي الذي كان يمارس سياسة فرق تصد على الشعب الإريتري. لهذا الخيار العلمي والعملي هو اصطفاف قوى التغيير الديمقراطي ضد معسكر الاستبداد والإقصاء، فهو المسار الذي يضمن انتصار إرادة الشعب الإريتري على التقسيم والتجزئة والطغيان والإقصاء. لذلك نجد العديد من القوى تناصبه العداء، على رأسها نظام الطاغية، وكل جهة تجد مصلحتها في رؤية وطن إريتري مفتت إلى كنتونات وطوائف وأمراء مقاطعات. من هنا تنبع مغالاة البعض وتطرفهم في معاداة ما يطرحه منتدى الحوار الوطني الإريتري، وجعل مهامهم النضالية مقارعة نهج الحوار الوطني ونشر خطابات الكراهية بين أبناء الوطن الواحد الذي أضرت به سياسات عصبة الأشرار الحاكمة. أما المنتدى سيظل يراهن وبثقة مطلقة على انتصار ثقافة الوطن الإريتري الواحد والشعب الإريتري الواحد، والذي سالت دماء زكية وغزيرة لإبقائه موحدا، وسيراهن أيضا على انتصار مشروع الحرية والمواطنة ودولة القانون في إريتريا. بقلم محمد علي موسى. إذا ما طمحت إلى غاية ركبت المنى ونسيت الحذر، ولم أتجنب وعور الشعاب ولا كبة اللهب المستعر، ومن لا يحب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد للليل أن ينجلي، ولا بد للخير أن ركوب الخطر، وألعن من لا يماشي السماء ويقنع بالعيش عيش الحجر. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا
لابد أن يستجيب القدر. الشعب يوما قضى بالحياة ولابد أن يستجيب القدر. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر. المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من لقاءاتكم في إذاعة صوت المنتدى. هذا أحمد شريف يحييكم لأول مرة، وأرجو أعزائي المستمعين في كل مكان أن ألتقيكم دائما لنقدم لكم ما هو مفترض علينا بالتقديم لمتابعة ما يجري في وطننا الحبيب. أهلا بكم سيداتي سادتي، وموضوع اليوم سيكون بإذن الله الفراعنة منهجا وسلوكا وليست قصصا تاريخية. هذا العنوان نتناول فيه سيرة ولمحات من حياة ونضال الفنان الكبير إدريس محمد علي. أرجو لكم سيداتي آنساتي سادتي متابعة طيبة مع هذا الموضوع والمواضيع الأخرى في إذاعة صوت المنتدى. مرحبا بكم دائما. أحبابنا ما زال في قنديلنا وحد البريق. لم تخمد الأشواق في أعماقنا، لن ينزوي نحن الطريق. لم تخمد الأشواق في أعماقنا، لن ينزوي نحن الطريق. الزاحفون مع المدى لن ينحنوا رقم المجازر والحريق. أحبابنا الفراعنة منهجا وسلوكا وليست قصصا تاريخية. عزيزي المستمع، من قال إن الشمس يمكن أن تتنازل عن علوها ذات يوم وتقبع في غياهب سجون من يريد لها ذلك؟ ومن أدرانا بأن هنالك سماء غير سمائنا التي تبدو ثم تستعصم عنا بعدا من لفح سموم أو اقتراب؟ وهل عرف منا أحد أن الأعمار التي نعيشها متقلبين بين أيامها والشهور والسنين ما هي إلا مجرد أوراق تنتزع بقاؤها عن وجوهنا انتزاعا ثم نطويها نحن مع شروق كل صباح طيا، تأكيدا على وجود أعمار أخرى نحس ببدايتها ولا نعرف منها النهايات ولا التي في المنتصف؟ وهل حدثنا أحد أن الذي يبقى من عمرنا هو الذي ذهب بين هذا وذاك، راضين كنا أو مكرهين؟ عزيزي المستمع، المبدعون لا يعيشون حياة واحدة، فدنياواتهم كثر على رأي الأستاذ محمود عباس العقاد، فقد أعلنها برؤية فلسفية أن يأخذوا دنياهم التقليدية تلك ويتركوا له دنياواته التي عاشها شاعرا كاتبا فيلسوفا وعالما بفنون الحياة. إن الذين يعيشون حياة واحدة هم أولئك الذين يتحركون ويتمظهرون كالمبدعين، يتحدثون لغات الناس
يلبسون ويأكلون ويمشون في الأسواق، فحياة هؤلاء أشبه بحياة الدواب والأنعام، بل هم أضل سبيلا. وإذا ما رمتهم الأقدار في غفلة من زمان الوعي والتبصر، واعتلوا دفة تسير سلطة أو حكم للرعية، تغلبت عليهم خصائص وسمات الأنعام، نطعا كان ذلك أو نباحا، لا يتخيرون سوى سياسة القهر والبطش والصلف والفجور، حيث إنهم لا يرون غير حياتهم التي يتلبسون لبوسها، وهم العراء من كل حسن. ثم إنهم بعد كل ذلك يضربون في الأرض ضربا دراء ما يزين لهم قرناؤهم سوء ما يفعلون حتى بأنفسهم، ليحسبهم الساذج من قبيلتهم أنهم يحسنون بالكل صنعا، وتثور ثورة الجنون فيهم عندما يصلون قمة الكفر بأن لا حياة غير التي يرونها، ومن كفر بقيم فكرتهم الرعناء. والهوجاء تلك فملاذه السجن أو الإبعاد أو العزل أو الإرهاق السياسي، إلى آخر ما يصلون إليه من جنون السطوة والبغي. هذا هو الذي يفعله بعينه كل متكبر جبار وجد نفسه في حياة الغفلة والقسمة الضيزة، متربعا كرسي الحكم أو سرير السلطان. فقد توهم هو أولا، ثم أقنع نفسه ومن والاه من زمرته بعد ذلك، أنه أفضل الناس وخيارهم وأنداهم وأجدرهم ببسطة الحكم والقيادة. في مثل هذه الأجواء القاتمة السواد، لا يرى الحاكم والسلطان المتجبر غير نفسه وظله الذي يحسبه أنه من القوي، لا يؤمن بحق الرأي والرأي الآخر، ولا يرى غير نفسه التي تحدثه بما يرى، ولا يسمع إلا وسوسات شياطين حاشيته من حوله. ألا يرى الناس إلا ما يرى، أما الذين يفكرون في إدارة التحاور والتفاكر معه فإنهم في رأيه السمج من صياس القوم الذين تسول لهم أنفسهم للقضاء على نعيمه وكرسيه المزلزل. ويستمرئ الفرعون منهج أن كل صيحة عليه، فيفعل ما لم يفعله حتى هابيل بأخيه قابيلا، أو أسوأ من ذلك بكثير. يتناسى هؤلاء الفراعنة عزيز المستمع أن منهجية الحوار مع الآخر رسختها الفطرة الأولى التي فطر الناس عليها. فإذا كان رب العزة سبحانه وتعالى قدر عقلية إبليس الذي لعن عندما تمسك بتلاميذ قناعاته ومبررات عدم سجوده لآدم المخلوق من طين وهو المخلوق من نار، الحق عز وجل كان ولا يزال بمقدوره أن يدك إبليس دكا كأن لم يكن مطلقا بالأمس ملاكا من الملائكة الكرام، إلا أن الحق أثبت له أحقية التحاور ليلعن إبليس مطرودا من رحمة القبول والرضا إلى يوم يبعثون، متمسكا بمبررات عدم السجود، متحملا تبعات عصيانه ورفضه لأمر رب الكون. ثم إنه أي إبليس الذي طرد يعترف بعزته وقدرته لله سبحانه في طلبه مستسمحا إياه إبقاءه إلى يوم البعث رغم توعده بأغواء الخلق لتكون الإرادة الإلهية في بعض من البشر غير الذين كانوا من العابدين التائهين. بمثل هذا الحوار الأول بين الخالق والمخلوق ترسخت عزيز الفاضل في الحياة قيمة الرأي والرأي الآخر، وذلك لعلم الباري وحكمته في الأزل، بأن من سيأتون من فراعنة العصر سيركبون منهجية الفراعنة والأبلسة تلك ويتطرقون في منهجيتها. وبهذا المنطق والرؤية الفكرية تصبح الفراعنة فكرة غير قويمة ومنهاجا في الأرض غير مقبول، فهي أي الفراعنة ليست حالة تاريخية محصورة على قوم في أرض معلومة، لكنها غير ذلك أبدا. فكما لكل أمة رسولها فلكل قوم أيضا فرعونها بنسب فرعونية إبليسية متفاوتة. إن الذين جاءوا من بعد إبليس متمثلين حكاما وسلاطين بمختلف مسمياتهم، بزوا شيخهم إبليس في موقفه من فلسفة الحوار، ضربوا عرض الأرض والسماء هي حقية اختلاف الرأي بين الخالق والمخلوق، فضلا بين المخلوق ونظيره المخلوق، إذ لم يبصرهم أشياعهم بأن عظمة الفكرة القويمة والرأي السليم لا يسريان في غياب قاعدة التحاور وحق الاختلاف والتبصر، وأن باب التوالي والولاء في نهاية الأمر
مكفول ويمكن حدوثه طالما هناك بعدا عن فكرة البطش والتنكيل والقهر والإذلال. لكن هؤلاء الفراعنة يعصفون بأي نفس يشهق ويزفر في غير رؤاهم القاصرة، بيحكموا على هذه الرؤية وذلك الاختلاف إما سجنا أو قتلا، ويضعون مقدرات ما يحكمون في مهد الريح. هذا بالضبط ما يفعله فراعنة عصرنا من الحكام والملوك والأمراء والسلاطين عموما، وفي عالمنا الثالث على وجه الخصوص، ومنهم فرعون إريتريا الرئيس إسياسفور. المستمع الكريم، بهذه التقدمة أدلف إلى خيمة رمز الوطن ليقدم شهادة بحق الفنان المناظم إدريس محمد علي، فك الله أسرع أو رحمه الله. فإن الشيء المعتاد في الحياة التي نعيشها أن الناس إما أحياء أم أموات بالمعنى المجرد لمفهوم الحياة والموت، ولكن أن لا يستطيع المرء الجزم بحياة أو ممات من يعرف في الدنيا، فليس هنالك ما هو أنكد وأنكأ من ذلك على الإطلاق. كثيرون هم الذين غيبهم زعيم الأبالسة والفرعون الإريتري السياسة فرقي وشيعتي، ولا يعرف أهلوهم عنهم ما إذا كانوا في زمرة الأحياء أو الأموات. تساوت عندنا الحياة والممات، فهل هنالك جريمة أكبر من هذه؟ المناضل الفنان إدريس هو أحد المغيبين من عن أعين الناس لأسباب لا يعلم عنها أحد إلا الفرعون. الناس في إريتريا ولأول مرة في تاريخهم يعيشون حالة غموض بشأن أوضاع أصدقائهم أو إخوانهم أو آبائهم أو أبنائهم أو أزواجهم وحتى عشيرتهم أو كل هؤلاء معا، في حالة غريبة لم يشاهدوها ولم يعرفوها حتى في الفترات التي تعرفنا على تسميتها بالاستعمار. أفلا يحق لنا القول وبتصرف ألا ليت الطليان يعود يوما فأخبره بما فعل الربيب؟ فإن كل الأنظمة التي تعاقبت على إريتريا سواء منذ العهد اليوناني غير آخر المستعمر بما في ذلك هذا الذي استحيا فينا كل شيء، تلك الأنظمة عدا الأخير لم تغيب في الصحارى والبحار وسوات المتاجرين بالبشر من أولئك وهؤلاء ما نفتقد ونبكي على أرواحهم ألا مدموع وحسرة فراق. هذا الوضع يدعو العقلاء منا إلى إجراء مراجعات شاملة في مفاهيم عديدة. النخب وقادة الرأي الآن مدعوون بإلحاح لإجراء مراجعات لمصطلحات احتلت عقولنا خلسة بل مكان الثوابت، لأن في أعمال مراجعات للثوابت إحياء للعقل والفكر والتمكن من الوصول إلى تحديد مكامن المشكل تحديدا موضوعيا بعيدا عن العاطفة التي أقعدتنا دهورا في خانة ترديد عبارات لم نجد مضامينها على أرض الواقع. ولا يحسبن الذين في قلوبهم مرض، أي مرض المفاهيم المغلقة والأحكام الثابتة وأرباب المسلمات والمرجفون في مدينة الوطنية الغائبة، لا يحسب هؤلاء وأولئك لأن في ذلك انتقاص لتاريخ الراحلين والمناضلين وبطولاتهم، إذ نحن جزء من خلط المفاهيم وتصريفاتها كما شاء لها المتربصون بالدوائر والمكائد منذ فجر التاريخ، وما يشاء لها الآن الأذناب والأزلام. كيف لا ونحن الذين قلنا بحق أولئك الأكرمين ذات صباح على محراب من نهوى، كان حلما انتظرناه سنين كان عشقا في عيون الراحلين، فهل كان ذلك فعلا ويقينا؟ أحتاج إلى مراجعات شاملة. أكتفي بهذا القدر حتى جديد اللقية. هذا أحمد الشريف يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله. خلف الغيود الأرض تعبر بالجزاء، أحبابنا لا تنزو خلف الغيود الأرض تعبر بالجزاء، وعلى المدى صبح وليد العفق قد سكب الزنا، وعلى المدى صبح وليد العفق
الوليد فلما لا أتى والدرب يهدر بالنشيد أحباب أحبابنا يا أحباب السودان وإعادة الشباب الإريتري الهارب قسرا لإريتريا بقلم الأستاذ محمد رمضان. إن الضمير الإنساني يستوجب التعامل بإنسانية مع معاناة الشعوب، وعلى الأنظمة أن تراعي في سياساتها وقراراتها وقوانينها مصالح الشعوب وأوضاعها. وحين تكون العلاقة بين شعبين تربطهما أواصر الدم ووشائج التاريخ والجغرافيا، ينبغي أن تتضاعف المراعاة ما يستوجب إبعاد علاقات الشعوب ومصالحها من التقلبات السياسية وصراعات الأنظمة، حفاظا على السلم الاجتماعي ومنعا لها من التدهور وترسيخا لمبدأ استقرار الشعوب. السودان هو العمق التاريخي لإريتريا، ولعب الشعب السوداني دورا أساسيا في دعم الثورة في بواكير انطلاقتها حتى اشتد عودها ونجحت في شق طريقها النضالي والذي توجته بالاستقلال التام في 24 من مايو عام 1993 من إثيوبيا. لكن الأنظمة السودانية للأسف كانت تغايد بالثورة الإريترية وتتعامل معها وفق مصالح آنية قصيرة النظر دون اعتبار لقضية شعب يناضل من أجل تحقيق استقلاله ونيل حريته كبقية شعوب الأرض. وجبهة الإنقاذ النظام الحاكم
لم تختلف كثيرا في تعاملها مع قضايا الشعب الإريتري من الأنظمة السابقة، وإن كان لها فضل كبير في فتح أبواب الجامعات السودانية للطلاب الإريتريين وفي مختلف التخصصات العلمية مجانا، وهي لفتة تستحق الإشادة والشكر. إريتريا جحيم لا يطاق، خدمة وطنية إجبارية بلا مقابل وبلا سقف زمني محدد، تطال الجميع حتى من يبلغ 70 خريفا، لا حرية في السفر للخارج وحتى التنقل بين المدن، وبالطبع لا تسأل عن وضع الحريات والخدمات والقانون، فحتى الحلم بها ممنوع نهيك عن المطالبة بها. وعوضا عن ذلك، فقد توسع النظام في بناء السجون، ففي كل بقعة سجن، وتفنن في تعذيب المعتقلين وإذلال المواطنين بشتى الطرق والوسائل. وفقا لمنظمات حقوقية وإنسانية إريترية، فقد بلغ عدد المعتقلين منذ عام 2001 أكثر من 10,000 معتقل، منهم 28 صحفيا مات معظمهم تحت التعذيب. باختصار، في إريتريا لا يوجد بها الحد الأدنى من المعايير الإنسانية والقانونية، ما يستدعي التقدير للوضع القائم هناك. الوضع المأساوي المذكور أعلاه جعل الوطن طاردا، وفرض على الشباب الإريتري الهروب من الوطن الذي أصبح مقبرة إلى كل من السودان وإثيوبيا بأعداد كبيرة بصورة شبه يومية، وفتحت لهما الدولتين معسكرات إيواء. ولكن المؤسف أنه في السودان يتم تقديم بعضهم للمحاكم، وتطبق عليهم المحاكم عقوبة الدخول غير الشرعي للبلاد، وهي الإعادة قسرا لبلادهم. ويقوم الصليب الأحمر بدور كبير في المحاكم السودانية للحيلولة دون إعادتهم قسرا، وقد نجح بصورة كبيرة في منع إعادة الكثيرين بالترافع عنهم في المحاكم. ولكن من لم يجد فرصة تدخل الصليب الأحمر فتتم إعادته قسرا، مما يعتبر انتهاكا صارخا للحقوق الإنسانية وتعريض حياة هؤلاء للخطر. عليه نطالب الجهات الرسمية السودانية بعدم إعادة الهاربين لإريتريا، وعدم تقديمهم للمحاكمات تقديرا للظروف السياسية التي يمر بها الشعب الإريتري في ظل النظام، وهو حق إنساني رعته الشرائع السماوية والأعراف فضلا عن مواثيق الأمم المتحدة. إن الشعوب الأفريقية تحكمها أنظمة موغلة في القمع، تغتصب جميع حقوقهم وتحرمهم حتى العيش بكرامة في الأوطان، فتضطر الشعوب اضطرارا للهجرة بحثا عن الأمن والأمان والحياة الكريمة. وإن النظام في إريتريا يمارس الظلم والقمع بصورة لا يمكن تصورها مطلقا، ويختلف عن جميع الأنظمة الدكتاتورية في التاريخ البشري قاطبة لانتهاكاته الخطيرة لأبسط الحقوق، ولهذا يتوجب على الشعوب تقدير ذلك، وعلى الأنظمة أن تراعي ظروفه احتراما للإنسانية التي تجمع جميع بني البشر بمختلف ألوانهم وأجناسهم ودياناتهم، خاصة وأن الشعب الإريتري يعيش مأساة ومحنة من نوع مختلف لم يشهد التاريخ المعاصر لها مثيلا. ومن يعتقد أننا نبالغ في الوصف، نطالبه بزيارة واحدة لهذا البلد المحكوم بنظام غريب الأطوار والسلوك. بقلم الأستاذ محمد رمضان، كاتب إريتري. صوت المنتدى. هذه نشرة الأخبار أستهلها بأبرز العناوين: حوادث انفجار ألغام في منطقة القاش تستهدف السيارات العسكرية للنظام، أزمة حادة في رغيف الخبز بعد منع النظام استيراد الدقيق،
رفض جنود الخدمة الإلزامية العودة إلى وحداتهم رغم إعلان ما سمي بالعفو العام عن المتسيبين. سلطات الإقليم الأوسط تمنع تشغيل المولدات الكهربائية الخاصة مع عجزها عن توفير التيار الكهربائي. سفارة العصابة بالخرطوم تستجدي الشباب الإريتري لدخول البلاد وحضور فعاليات احتفالات الاستقلال. مصر تستعد لترحيل لاجئين إريتريين إلى بلادهم. تفاصيل الأخبار. أعلنت إدارات الأحياء السكنية في جميع أقاليم البلاد عن العفو العام عن كل المخالفين لإجراءات الحضور والغياب والهاربين من وحداتهم. جاء ذلك ضمن اجتماعات انتظمت في كل الأقاليم بغرض إرجاع الشباب الرافضين لبرنامج الخدمة الوطنية وسد الفجوات الحادة في تشكيلات الجيش. كما أهابت إدارات الأحياء بأولياء أمور الطلاب المقاطعين لبرنامج الذهاب الحتمي إلى معسكر ساوة، وأولئك الذين لم يمتثلوا لقرار التوزيع بعد إمضاء فترة التدريب، بالتسجيل الفوري حتى يوم الجمعة القادمة، وأعلنت أن ذلك يعتبر النداء الأخير. هذا وكانت السلطات تعاقب الهاربين بالسجن يومين مقابل كل يوم غياب. ويرى بعض المراقبين أن تلك الخطوة التي تعد تنازل واضح أتت بعد أن أحجم الشباب عن تلبية النداءات المتكررة مهما كانت العواقب. نتيجة لشح خدمات المياه وإخفاق الجهات المخولة باستيراد المواد التموينية، أغلقت عدد من المخابز أبوابها، مما انعكس على كمية وجودة وأسعار رغيف الخبز المطروحة في الأسواق. وتجدر الإشارة إلى أن الجهات المعنية كانت قد أوقفت استيراد الدقيق من السودان الذي كان يتم عبر هيئة الغلال، وكان الاعتماد بشكل كامل على ما يستجلبه التجار بطرق غير شرعية من الأسواق السودانية، وهو ما تم منعه حاليا، حيث تتم مصادرة كل البضائع القادمة من السودان في نقطة حقات. وفي المقابل لم تجتهد الحكومة لإيجاد بدائل حتى الآن. بالرغم من انقطاع التيار الكهربائي لليوم الثامن على التوالي من معظم مدن وبلدات وقرى الإقليم الأوسط لأسباب غير معلنة، أقدمت سلطات البلدية بتعميم قرار يقضي بمنع أصحاب المحلات التجارية والخدمية من استخدام المولدات الكهربائية بحجة أنها تسهم في زيادة الضجيج وتلوث البيئة. واعتبر هذا القرار ساري المفعول بدءا من يوم أول أمس الاثنين السابع من مارس. ويذكر أن تلك المولدات التي صنفت الآن على أنها مبعث للضجيج وملوثات للبيئة كانت قد استوردتها شركة البحر الأحمر الواجهة الاقتصادية للهيكدف في وقت سابق من العام قبل الماضي، وكانت إذاعة المنتدى قد تناولت ذلك الحدث كخبر حينها. تواصلت في العاصمة أسمر حملات الدهم والاعتقالات للباعة المتجولين والحرفيين من غير أصحاب المحال الثابتة، كما ألزم سكان الضواحي بتسجيل أسماء العمال الزراعيين والرعاة في بحر هذا الأسبوع الجاري. ويعتقد المراقبون أن إجراءات تأمين فترة الاحتفالات في مايو المقبل بدأت بصورة مكثفة وفيها الكثير من المغالاة التي تكشف عن مخاوف أمنية كبيرة يعيشها رأس النظام وأعوانه. خلال أقل من 10 أيام منذ بداية الأسبوع الماضي، سجلت على طريق كلوج ماشقلي 3 حوادث انفجار لألقام أرضية مضادة للآليات، ولم تسفر عن أي ضحايا في الأرواح بالرغم من الضرر الكبير الذي أصاب 3 سيارات عسكرية. هذا وتزامنت تلك الحوادث مع زيارة عمل يقوم بها 4 من الضباط المصريين من ذوي الرتب العليا إلى معسكرات المعارضة الإثيوبية في مايشقلي، كما تزامنت مع توترات بين الجانب الإريتري والإثيوبي خفت حدتها مؤخرا بتراجع إريتريا وإطلاق سراح مواطنين إثيوبيين في نهاية الأسبوع الماضي.
وتجدر الإشارة إلى أن خبراء من القوات المسلحة المصرية يقومون بزيارات متتالية إلى إريتريا منذ منتصف شهر يناير الماضي بزعم التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الاتصالات العسكرية وصيانة الآليات الثقيلة والمدرعات. أفادت مصادر إذاعة صوت المنتدى أن سفارة النظام الاستبدادي بالخرطوم تحاول إغراء الشباب الهارب من ممارسات نظامها واستجدائه للدخول إلى البلاد لحضور فعاليات احتفالات الاستقلال، وترفق حملتها بملصقات تضعها في الأحياء التي تقطنها أعداد كبيرة من الإريتريين خاصة بالجريف والصحافة والديوم، فضلا عن إرسال مناصري النظام الذين يروجون لإشاعات مغرية بعيدة عن الواقع الذي تعيشه البلاد تحت سيطرة الزمرة الحاكمة. هذا ومن المعروف أن النظام يقوم بمساعي حثيثة للإفلات من التهم والإدانات التي من المتوقع أن توجه إليه عندما تقدم لجنة التحقيق الأممية حول الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان في إريتريا في شهر يونيو القادم، ويسابق الزمن في قلب الحقائق وضخ دماء جديدة لأكاذيبه على مختلف الصعد. أكدت مصادر جبهة الإنقاذ في دنكاليا أن قطاعات كبيرة من سكان ميناء عصب وضواحيها يعانون من أوضاع معيشية قاسية، حيث تشهد مناطق برعسولي وحرسلي أزمة غذائية حادة ونقص خطير للأدوية والوقود وانعدام مواد استهلاكية عديدة. وذكر تقرير مكتب إعلام الإنقاذ بأن المواطنين يمنعون من مزاولة نشاطهم الاقتصادي المعهود والمتمثل في صيد الأسماك والنشاط الزراعي والتجارة مع دول الجوار بسبب تحويل النظام تلك المناطق إلى قاعدة عسكرية لانطلاق جنود القوات المشاركة في عملية عاصفة الحزم في اليمن، كما أدى ذلك للحد من حرية حركة المواطنين بعد أن تحولت مدينة عصب وضواحيها إلى منطقة غير آمنة. ورصدت نفس المصادر أن سلطات النظام القمعي كثفت من عمليات عرقلة الأنشطة التجارية للمواطنين بين مينائي عصب ومصوع، حيث أقامت في مناطق عديدة هناك وخاصة عند مدخل مدينة عصب نقاط تفتيش لمراقبة حركة التجارة ونقل المواد التموينية. وأضافت المصادر أن بعض المحسنين من أفراد قوات دولة الإمارات العربية المتحدة قدموا مساعدات لبعض المحتاجين بعد أن شاهدوا البؤس والعوز الذي يقاسيه المواطنون في عصب، إلا أن النظام المستبد اعتقل المواطنين الذين حصلوا على تلك المساعدات، وتلقى المحسنون الإماراتيون تأنيبا من قبل مسؤولي النظام بزعم إدخال عادات سيئة على المجتمع الإريتري. وكشف مسؤول فضل عدم ذكر اسمه عن أن المسؤولين الإماراتيين المتواجدين في عصب أبدوا استعدادهم لإقامة مشاريع صغيرة تساهم في تخفيف وطأة المعيشة على سكان تلك المنطقة، ولكنها قوبلت برفض سلطات النظام الذي لا تهمه مصلحة شعبه ولا يبالي بمعاناته. ألقت أجهزة الأمن المصرية يوم الاثنين الماضي القبض على 42 إريتريا أثناء محاولتهم دخول الأراضي المصرية بطريقة غير شرعية، وذلك عبر إحدى دروب الصحراء بالحدود الجنوبية لمصر مع السودان، وتعتزم السلطات المصرية ترحيلهم إلى إريتريا بحجة اعترافهم بدخول البلاد بطريقة غير مشروعة، وهو ما يتناقض مع المواثيق والعهود التي تعتبر مصر إحدى أوائل الدول الموقعة عليها والمتعلقة بحقوق اللاجئين والقوانين المرتبطة بها، وذلك للمخاطر التي تنتظرهم عند عودتهم إلى إريتريا التي تئن من وطأة القمع والاستبداد. وإذاعة صوت المنتدى تناشد السلطات المصرية على عدم ترحيلهم حفاظا على حياتهم وصونا للعلائق التاريخية التي تربط الشعبين الإريتري والمصري. صوت المنتدى. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام ساعة اليوم، وحتى نلتقي وإياكم في الأسبوع المقبل كونوا بخير.